13 février ah. 1974, ah. ah. la première. Voici ce qu'il reste des matériels exposés. Ça, c'est la calcination, ça. les poussières accumulées depuis des milles millénaires par l'érosion, sans cassure de la montagne. Elles ne sont pas radioactives. Les émanations sont en permanence contrôlées pour déceler tout danger accidentel. Un stockage pour sécuriser euh, ces, ces matières, matières qui restent euh, contaminées. Qui restent, euh, contaminées et dans feu de camp. Mais ça, ça ce, ce sont des feux, feux pour les récupérer pour... Le, les cuivres, pour, pour récupérer, récupérer les, les câbles. Donc, euh, euh, disons donc des déchets des... ou des. Tu vois, ça, c'est une de sud couverte.

التجارب النوويه الفرنسيه في صحراء الجزائر. <applause> شاهدنا الان مقاطع قصيره من افلام عن عن هذه التجارب ولاحظنا كيف ان احد الافلام الدعائيه التي كان يصف ما تجارب اللي وقعت في عين اكر يقول انها تمت بصوره جيده وطبيعيه و كل الامور مسيطر عليها الى وهذا هذه فقط دعايه يعني لانه التقارير العلميه وخاصه التقارير السريه التي تسربت بعض الاخبار عنها تقول انه جل التجارب التي وقع التي اجريت تحت الارض يعني في الاروقه كلها يعني كانت أدت كانت وقعت فيها إشكا مشاكل تقنية أدت إلى تسرب الإشعاعات خارج يعني سطح الأرض وتسربت إلى الهواء ولوفت المحيط بعض الصور أعود إلى بعض الصور التي شاهدناها في المقاطع هذه الأفلام هذه الصورة تمثل الآن رجان القاعدة الحيوية أو الحياتية التي كان يستعملها الفريق الذي كان ي ينجز يقوم بانجاز التجارب النوويه هذا ركان هذا مدخل لنفق كان وضعوا فيه المخابر التي كانت تشرف على التفجيرات هذا ركان تفجير الجربوع الازرق يعني اللي كانت قوته وستين كيلو طن هذه نقطه الصفر هذه يعني الموقع الذي في فجر فيه الجربوع الازرق ونرى كيف انه بعد الانفجار آه الانفجار هذا ترك مساحه كبيره من الرمل المنصهر اللي النقطه او آه المساحه السوداء التي تظهر على الشاشه آه هذا رجان هذا مدخل موقع تجربه الجربوع الازرق اللي هي هو مثل كل المواقع التي اجريت فيها آه التجارب النوويه هي مواقع خطره يعني على آه الصحه <applause> هذا ايضا رجان قفص لحيوانات تجارب وضعوها يعني الـ الـ الذين قاموا بتجارب من اجل دراسه الاثار اثار الاشعه على الحيوانات هذا ايضا رجان قطع من الخرده ومن الرمل الملوث وقطع من الرمل المنصهر تحت اثر الانفجار نفس الشيء نراه هنا بعض يعني القطع المعدنيه وبعض قطع الرمل المنصهر نفس الشيء في هذه الصوره وهذا على فكره هذه الصور كلها صور التقطت يعني يعني من فتره قريبه يعني معناها ان المحيط الذي اجريت فيه التجارب الى الان ما على هذا الوضع يعني وهناك تلوث كبير ما زال الى يومنا هذا. هنا ايضا نرى القطع من الخرده ومن من الاسلاك للاسف الشديد يعني في كثير من الاحيان المواطنين والرحل خاصه كانوا يستعملوا كانوا ياخذوا هذه الاسلاك النحاسيه والمعادن وإما يستعملوها او يبيعوها في الاسواق وهذا هذه من الامور التي ادت الى انتشار التلوث الاشعاعي يعني خارج حدود المنطقه التي اجريت فيها التجارب. نفس الشيء هنا نرى قطع المعدنيه الموجوده. هذه القاعده الحيويه لعين اكر التي اجريت فيها التجارب او التفجيرات الباطنيه. هذا عين اكر مدخل احد الاروقه ونرى نرى احد هنا احد الجزائريين كان كانوا يشغلوهم كحمالين يحملوا من اجل تهيئه هذه المخابر هذا احد التفجيرات التي اجريت في عينكر تفجير البريل او الزمرد الاحمر في 1 ماي 61 واحد وهذه كانت يعني التفجير اللي كانت قوته 40 كيلو طن كان التفجير الذي فعلا يعني ظهر جليا وبوضوح كيف ان المواد المشعه تسربت يعني لأن الجبل انشق تشقق وخرجت المواد الملوفه الى الهواء تحت اعين المراقبين والخبراء اللي كانوا يراقبوا في التجربه وكان هناك حتى وفد رسمي مكون من وزير الدفاع بيير مسمار ووزير البحث العلمي جاستون باليفسكي آه اللي نشوفوهم هنا اخذوا سيارتهم وهربوا لما شافوا ان آه كيف هذا السحاب الملوف جايهم يعني فن نرى الموكب تاعهم تاع السيارات كيف آه هارب من المنطقه والشيء الذي يذكر هو انه آه جاستون باليفسكي الذي قضى عقب اصابه بسرطان الدم كان دائما يردد أن مرضه كان بسبب تفجير بيريل أو تفجير الزمرد الأحمر. هذه الصورة توضح في عين أكر الحمم وشظايا الصخر الملوثة. هذه أيضاً صخور ملوثة في عين إكر، وهنا نرى عين إكر كيف يعني مدى مدى الوقاية أو مدى آه إجراءات السلامة التي آه وضعها الفرنسيون يعني سياج بسيط جدا ثم جاء بعد ذلك سياج آخر يعني آه بناته السلطات آه الجزائرية لكن في مواقع مواقع خطرة مثل هذه المفروض أن آه أن, آه أن إجراءات السلامة تكون آه أشد يعني لما نقارنوا آه الاجراءات هذه مع آه الاجراءات في في تشيرنوبيل او في مناطق يعني آه يعني القريبه من تشيرنوبيل يعني ليست هناك ليس هناك اي مجال للمقارنه هذه عين اكر والنصب التذكاري الذي اقيم آه يعني لاحياء ذكرى التفجيرات النوويه <تصفيق> <تصفيق> الان بعجالة أود أن أتطرق إلى الآثار البيولوجية للإشعاع لكن على وجه العموم يعني مش بصورة خاصة تخص التفجيرات في الصحراء الآثار البيولوجية لها محددات محدداتها هي أولا جرعة الإشعاع يعني كمية الطاقة الممتصة من في الكيلوغرام، الممتصة في من في الجسم، يعني جسم الإنسان إذا كان نتكلم عن الآثار على الإنسان. و وأيضاً من المحددات هو نوعية الأشعة، إذا كانت يعني هذا أمور تقنية يعني إذا كانت جاما أو بيتا أو ألفا أو جزيئات يكون أثرها تختلف أثرها على على الجسم. وأيضا الحساسية الإشعاعية، يعني الآثار البيولوجية مرتبطة بسن الـ الإنسان اللي يتعرض للإشعاع وإلى جنسه، يعني السن يعني الأطفال أكثر حساسية إشعاعية من الكهول ومن الـ الـ الناس المتقدمين في السن، والنساء أكثر حساسية إشعاعية من الرجال مثلا. ثم إذا أردنا أن نوصف الآثار الـ الآثار الـ البيولوجية للإشعاع حتى نبسط صورة يعني بشكل يعني إلى أقصى حد نقول أنها يمكن يعني تصنيفها هذه الآثار في مجموعتين يعني كبيرتين المجموعة الأولى هي ما يسمى بالآثار الحتمية الآثار الحتمية هي آثار آنية تحدث من جراء الموت الخلوي والتلف الوظيفي للاعضاء والانسجه ومنها نجد منها مثلا احمرار الجلد الحروق الاشعاعيه اعتام عدسه العين او الكتاراكت ثم هناك المتلازمات او السندروم المتلازمات الاشعاعيه الحاده من متلازمه الجهاز الهضم والجهاز الدم والجهاز العصبي أه ثم هناك مجموعة أخرى ثانية من الآثار تسمى بالأفار الاحتمالية الأفار الآثار الحتمية أو <coughs> deterministic effects ما يسمى بالإنجليزي أه هي أفار عتبية معناها لا تظهر إلا إذا تجاوزنا عتبة معينة من الجرعة من, من جرعة الإشعاع. يعني تحت العتبه هذيك لا, لا 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 تحدث يعني لا يكون هناك اي اثر. اما اذا وصلنا الى هذه الجرعه فيكون هناك اثار حتميه، يعني تكونوا متاكدين ان الاثر يكون موجود. عكس ذلك يعني او مقارنه بهذه الاثار الحتميه هناك اثار اخرى، نوع اخر من الاثار يسمى اثار احتماليه غير عتبيه احتماليه او ستوكاستيك ستوكاستيك هذه الاثار هذه أه يمكن قياسها مهما كانت الجرعه يعني لا, لا, لا توجد هناك عتبه يمكن أه أه أنت يعني لما نصلها نقول ان ان الاثر يحدث يعني ما فيش عتبه يعني مهما يكون حتى اذا كانت جرعات صغيره جدا يعني غير متفعة يمكن الحديث عن آثار ولكن عن أفار عن احتمال الآثار، يعني آه ليس هناك تحديد ولكن هناك احتمال وقوع الآثار والاحتمال هذا يكبر يرتفع كلما ارتفعت الجرعة. كلما ارتفعت الجرعة يتضاعف أو 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 يرتفع آه احتمال حدوث آه الآثار. ومن هذه الآثار التي هي أثار متأخرة تحدث جراء الضرر الخلوي متأخرة لماذا؟ لأنه في مثلا في أثار توليد أنواع السرطان هناك مثلا السرطان الدم عنده فترة خمسة أو عشر سنوات حتى يبدأ يظهر وهناك سرطانات الصلبة Solid cancers يظهر بعد 20 او 30 سنه، هناك يعني فتره تمر قبل ما يظهر الحدث، لذلك نقول ان اثار متاخره تحدث جراء الضرر الخلوي. <applause> احتمال الوقوع يرتفع مع ارتفاع درجه التعرض للاشعاع، هناك علاقه خطيه يعني ولا توجد عتبه كما اسلفت وتكتشف في حاله جرعات عاليه او تعرض عدد كبير من الناس، يعني وهذا ما ما نلاحظوه في من جراء الحوادث النووية أو التفجيرات أو القنابل النووية مثلا القنابل التي ألقيت على ناغازاكي وهيروشيما هي ألقيت على يعني كانت الساكنة آنذاك حوالي مئة ألف هذا العدد الكبير من السكان الذين تعرضوا للإشعاع يجعل من الممكن ان نرصد وان يعني نسجل حالات يعني من وقوع انواع من السرطان لها علاقه بالاشعاع. اذا توليد انواع السرطان عده انواع من السرطان، ثم الاثار الوراثيه لدى اجيال من النسل. يعني هذه نظرا ل لتعرض الخلايا النسليه للاشعاع، ثم هناك اثار على الاجنه اذا كان المراه التي تعرضت للاشعاع كانت حامل، الجنين كذلك له يعني هناك اثار على الجنين اذا تعرض لل... لل... للاشعاع، ثم هناك اثار اخرى يعني هي قيد الدراسه الان من طرف الخبراء الدوليين، اثار على الجهاز الد... يعني القلب والجهاز الدموي على عده اجهزه اخرى. ما ما هي الفئات المتضررة من التجارب النووية؟ هناك عدة فئات اريد ان اتعرف اليها بعجالة. اولا السكان المقيمون قرب المواقع التي اجريت فيها التجارب والرحل المتواجدون في الضواحي. وحسب بعض التقديرات يمكن القول انه كان هناك حوالي 2 يعني مليونان من السكان او من الرحل اللي كانوا لهم معنيين بهذه التجارب التي جرت في الصحراء الجزائريه فقط فقط في رجان والنواحي المجاوره لها هناك تقديرات تقول انه كان هناك 42 ألف يعني منهم 8000 فقط في يعني مدينة قرب مدينة رجان الشيء الذي من المفيد أن نذكره هو أن عدد كبير من السكان في المناطق هذه أعطوا قلادات مرقمة وجردت قوائمهم يعني قوائم بأسمائهم وتعرضوا بعد ذلك لمعاينة صحية حتى بعد الاستقلال وإلى غاية 1975, أو 1975. لكن الملفات الطبية هذه كلها راحت إلى فرنسا أخذوها الفرنسيين يعني حتى يعني لو الواحد يريد أن يقوم بدراسة طبية يعني لهذه لهذه الساكنة يعني يعني يجد من الصعوبة أنه يطلع على هذه الملفات ثم كانت هناك يعني بعثات طبية فرنسا فرنسية تزور منطقة رجان بانتظام آخر واحدة على حد علمي كانت في 2009 فهناك برنامج لمتابعة هذا السكان من طرف خبراء فرنسيين لكن للأسف الشديد لا, لا, لا يستفيد هذا السكان من هذه الدراسات فقط دراسات تقوم يعني هدفها هو هدف علمي من أجل قياس الاثار آثار الإشعاع على يعني ساكنة معينة لكن الهدف منها ليس التعامل مع الضحايا كيف يعني يمكن يعني معالجتهم أو يعني تحسين اوضاعهم <applause> ثم الفئه الثانيه المتضرره من التجارب النوويه هي هم العمال العمال الذين جندوا للعمل في المواقع عمال اللي كانوا يشتغلوا في الحفر والبناء الى غير ذلك التقارير يعني تاع هذيك الوقت تقول ان منهم من اعتقل في الشوارع في مناطق اخرى من الجزائر لا ننسى اننا كنا في وقت حرب وقت حرب فاذا كان كان الاعتقالات كانت شيء طبيعي كان الجيش الفرنسي والشرطه والجندرمه كانوا يعتقلوا الناس فمنهم من المعتقلين من ارسلوا الى هذه المناطق في الصحراء وشغلوا هناك كحفارين وكبنائين في لما بدا المشروع تاع عين اكر تاع التجارب تحت الارض آه من الحيل اللي قام قاموا بها قامت بها السلطات الفرنسيه انذاك حتى تحفز الناس انهم يجيوا يشتغلوا آه كانوا يقولوا لهم ان هناك مشروع للبحث عن التنقيب عن الذهب ولذلك كان هناك ناس كثير كانوا راحوا باش ينقبوا على الذهب يعني يحفروا هذيك الاروقه وهذيك الـ 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 المغارات اللي اجريت فيها التجارب الاحصائيات تقول ان المشاركين في تفجيرات رقان كانوا اكثر من 10000 ونسبه الجزائريين تقدر بثلث يعني حوالي 3500 جزائري شاركوا يعني في هذه كعمال كطبقه شاغله يعني يشتغلوا في في هذه في هذا المشروع وفي عين اكر عين اكر يقولوا ان المشاركين كانوا حوالي 18000 من عسكري ومدني ثم هناك فئات اخرى، هناك المعتقلون، هناك بعض المعتقلين استعملوا جزائريين استعملوا كفئران تجارب صلبوا على اعمده منهم 150 مجاهد، وهذه شهادات من جزائريين ومن اجانب، يعني هناك شهاده جونتر هانسر هذا اللي ألماني من اللفيف واللي شهاده اللي بفها تلفزيون الالماني كانوا يضعوهم على بعد كيلومترين من نقطة الصفر يعني نقطة التفجير وكانوا يستعملوهم كفئران تجارب من أجل قياس ورصد الآثار لآثار الإشعاع على جسم الإنسان ثم هناك الجنود الفرنسيون الذين استعملوا كفئران تجارب وهناك تقارير سرية بدأت تتسرب من معلومات منها تقول أنه استعملوا عمدا استعمل الجيش الفرنسي استعمل عمدا جنود فرنسيين كفئران تجارب والجنود الجنود الفرنسيين اللي شاركوا اللي في المشروع هذا تاع التجارب النوويه في الصحراء كان لهم هم الفضل في انه الملف يطرح لو لا لو لم يتحرك الجنود الفرنسيون اللي شاركوا في المشروع في فرنسا لكان لبقي هذا الملف مغلق الى الى يعني ما امد مجهول. ثم هناك فئه اخرى وهي السكان الرحل الذين استعملوا المخلفات الملوثه من اسلاك النحاس والرصاص وصفائح الحديد والمعادن الاخرى كما اشرت اليه سالفا والذين اما قاموا باستعمالها هم يعني في بيوتهم وفي أه يعني اماكن شغلهم او قاموا ببيعها وبهذه الطريقه قاموا بنشر التلوث الاشعاعي الى مناطق اخرى. عن غير قصد. هناك اخرى هناك اجيال هناك فئات اخرى متضرره هي الاجيال القادمه من المقيمين والرحل في مناطق شاسعه حول هذه الاماكن التي اجريت فيها التفجيرات هناك الجنود الجزائريين من حرفيين وشباب خدمه وطنيه الذين مكثوا في هذه المناطق في اطار خدمتهم هناك المعتقلين السياسيين في معسكرات انشئت في 92 في رقان وعين مقل ثم هناك بصوره عامه البيئه الثروه الحيوانيه والنباتيه والمائيه الجوفية يعني المياه الجوفية كلها التي تعرضت للتلوث والتي يعني احتمال كبير يعني انها الى الان ما زالت ملوثه. هذه فقط صور عن مراكز الاعتقال هذه في رقان اين ارسل بعشرات الالاف من الجزائريين الى هذه المواقع التي آه التي هي قريبه جدا من مواقع التجارب النوويه والتي آه حقيقه لا لا نتفهم لماذا آه شيدت هذه المراكز الحشد او المحتشدات هذه في هذه المناطق الملوثه. الان آه لنرى ما هي يعني في هذا المجال هذا مجال التفجيرات النووية ما هي الدراسات والتقارير التي أجريت عن آثار التجارب يجب الفصل بين مرحلتين مرحلة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ثم مرحلة القرن 21 يعني القرن الواحد والعشرين ابتداء من 2000 2001 يعني هذه مرحلتين مختلفتين في المرحلة الأولى في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي كانت هناك دراسات تاريخية وقانونية من تجميع لشهادات ضحايا مثلا في ألف و في 1984 في و و كان هناك فيلم وثائقي للمخرج عز الدين مدور تعرف للاسف هذاك الوقت تعرض لضغوط وتهديدات لانه في في هذه المرحله الوقت هذاك في الثمانينات كان هذا الملف كان تابو يعني من المحرمات التي لم يكن بالامكان الحديث عنها في بدايه التسعينات كان مثلا نشيد نشيد بعمل مجموعه من الخضر في البرلمان الاوروبي تحت اشراف النائبه سولانج فرني والتي قامت بتوثيق وبتجميع عدد من الشهادات عن ضحايا يعني شهادات لضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية كانت هناك أيضا في الثمانينيات والتسعينيات دراسات علمية في مجال علم الأحياء وعلم الأوبئة وعلم الأورام والجدير بالذكر ما قام به الباحث الاستاذ البروفيسور العبودي في جامعه وهران من دراسات عن عينات من دم الإبل في صحراء الجزائر وأيضا من عينات من ألف يعني شخص يعني كانوا يعيشوا في هذه المنطقة التي جرت فيها التجارب هناك أيضا كانت هناك دراسات علمية في مجال تحديد الوضعية الإشعاعية للمناطق المشععة وهنا تجدر الإشارة بالأعمال التي قام بها آه باحثون مثل السيد بقوره ونور الدين بن كريد من مركز الوقايه من الاشعاع واللي قاموا ببعض القياسات عن نسبه آه عن آه عدد من النويدات آه آه المتواجده على المستوى الوطني في نهايه التسعينيات. ثم المرحله جاءت المرحله الثانيه، المرحله الثانيه منذ بدايه الالفيه الجديده <applause> و بعد اثاره الموضوع موضوع التجارب هذه و اثار تجارب وضحايا تجارب من طرف في تقارير قامت بها جمعيه فرنسيه تسمى بالأفان او او دي فيتيرون دو دي نوكليير يعني جمعيه قدماء الذين شاركوا في التجارب النوويه من فرنسيين وبسبب او بفضل هذه التقارير اثير الموضوع واصبح وطرح في المجال العام فعلى المستوى الجزائري بطبيعه الحال لما يطرح في فرنسا تكون هناك تداعيات في الجزائر يصبح لما كان محرم في فرنسا كان محرم في الجزائر لما طرح على في المجال العام في فرنسا كنتيجه حتميه لذلك طرح في الجزائر آه فقامت آه فافدت لجنه طبيه وطنيه الى مواقع التفجيرات تفجي في رقان مكونه آه من 22 طبيب آه أوفدت من طرف السلطات الجزائريه ثم كانت هناك آه كان هناك العديد من التقارير الصحفيه وابتداء من هذه الفتره كل سنه يعني تظهر تقارير وشهادات آه في الصحافه كذلك آه تجدر الإشادة بعملين سينمائيين عن الموضوع هذا الفيلم الأول في 2008 هو فيلم عاصفة الرمال صحراء التجارب النووية اللي أخرجه السيد العربي بن شيحة وفي 2009 فيلم الجربوع الأزرق الذي قام بإخراجه السيد جمال وهاب والذي اقتبسنا منه بعض المقاطع التي شاهدناها قبل قليل في 2007 كان هناك كانت هناك ندوه نظمتها وزاره المجاهدين في الجزائر ما بين في 13 14 فبراير 2007 في الجزائر العاصمه وزاره الدفاع الفرنسيه اصدرت تقرير علني عن التجارب النوويه واثارها ولكن الذي يدرس التقرير هذا اللي تشاهدوا الغلاف هنا، الذي يدرس هذا التقرير يجد انه ليس هناك يعني معلومات علميه كافيه من اجل يعني التي يمكن استغلالها في 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 دراسه يعني جديه، كان هو تقرير يمكن يمكن وصفه بانه تقرير علاقة عامه من اجل يعني تحسين صوره وزاره الدفاع الفرنسيه. لكن كان هناك لكن في مقابل ذلك كان هناك تقرير سري أصدرته وزارة الدفاع الفرنسية واللي, واللي كانت فيه معلومات خطيرة عن تورط يعني وزارة الدفاع في استعمال خمسين ألف جندي من الجنود الفرنسيين كفئران تجارب في الجزائر وفي بولينيزيا جريدة لو باريزيان في 2010 يعني ثلاث سنوات بعد إصدار هذا التقرير وضعت نسخة منه على شبكة الإنترنت. جريدة لو باريزيان، لكن تحت ضغط وزارة الدفاع الفرنسية يعني في خلال ساعات حذفاته يعني سحباته من الموقع. وبعدين كان هناك تصريح لوزير الدفاع الفرنسي أنافاك ارفي موران ليقول ان مستوى التعرض للاشعاع منخفض جدا لانه هذه المعلومات الخطيره التي تسربت استعمال خمسين ألف من الجنود كفئران تجارب يعني كان لها صدى كبير في فرنسا فاضطر وزير الدفاع انه آه يقول ينفي ذلك ويقول ان آه مستوى التعرض للاشعاع كان منخفض وهذا غير صحيح ويعني هو لا لا يثبت ذلك باي دراسه علميه هذه هي الصفحه تاع الباريزيان <applause> إس نوكليير اون الجيري لانتيغراليتي دو رابور سكري آه وضعوه على موقعهم في آه 16 فبراير 2010 لكن للاسف يعني بعد ساعات آه سحبوه من الموقع كان هناك ايضا في 2005 صدر تقرير عن عن وكاله الطاقه الذريه يتعرض للتجارب النوويه الفرنسيه في صحراء الجزائر وعن اثارها وهنا بودي ان اخذ بعض الدقائق من اجل الحديث عن هذا التقرير لانه هذا التقرير يعني امر خطير يعني بالنسبه لي طلعت عليه ودرسته بصورة معمقة و وجدت أنه جدير أن نتحدث عنه في هذا المقام أولا كيف كيف وصلنا إلى هذا التقرير تاع الوكالة الوكالة الدولية التقريرية في 2000 و... <applause> في 1999 الحكومه الجزائريه طلبت من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ان تقوم بدراسه للوضع يعني في الصحراء. فقامت الوكاله الدوليه بايفاد فريق من خمس خبراء اجانب. منهم واحد من زيلاندا الجديده، واحد من الولايات المتحده، واحد من فرنسا، واحد من سلوفينيا، واحد من الوكاله من وكالة الدوليه للطاقه الذريه. وراحوا الجزائر وانضم اليهم ثمان خبراء من المفوضيه الجزائريه للطاقه الذريه اللي تسمى كومينا. بقوا في, في, في هذه المناطق هذه اللي جرت فيها التجارب مده خمس ايام وقاموا ب 76 قياس ميداني على ثم اخذوا معهم 25 عينه من رمل ورمل مسهور وحمم وقطع معدنيه وشيح شيح يعني نبات وماء أخذوه من بئر يعني عينة من الماء تاع <applause> ثم في ألف و ألفين وخمسة أصدروا آه تقريرا من ستين صفحة آه يعني من الأمور التقنية اللي أريد أن أوضحها وأنهم أنهم اشتغلوا على عدد من النويدات المشعة آه المقيسة التي اللي, اللي هي السترونسيوم والأميريسيوم والبلوتونيوم بنوعيه والسيزيوم أول شيء يمكن ملاحظته هو انه ان حجم وعمق هذه الدراسه لا يقارن ابدا بالدراسات الاخرى التي اجريت عن مثلا التجارب التي التي اجريت في بولينيزيا او عن الدراسات المعمقه التي قامت بها السلطات الفرنسيه مثلا <تصفيق> <تصفيق> عن مخلفات مناجم اليورانيوم في الليموزيان في الليموزان في فرنسا. يعني نجد يعني بعد شاسع ليست هناك مقارنه يعني بين بين دراسه يعني في جوله تاع خمس ايام وعدد بسيط من العينات التي قام الفريق بتحليلها ثم ثم تقرير من 60 صفحه وبين تقارير من قامت بها فرق تاع خبراء كبيره ودامت الدراسة مدة طويلة وتقارير يعني ضخمة يعني هناك فرق كبير بين الحالتين ثم نأتي, نأتي إلى النتائج نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة وش يقول تقرير يعني باختصار يقول أن كل المواقع في الصحراء في هذه الأماكن التي أجريت فيها التجارب النووية الفرنسية كلها لا بأس بها الا نقطه الصفر تاع الجربوع الابي الابيض والازرق يعني تجربتين الجربوع الابيض والجربوع الازرق يعني نقطه الصفر يعني المكان المحدد الذي الل فجرت فيه القنبله ومدخل نفق احد الانفاق اللي يسمى نفق اي2 في عين اكر يعني من الانفاق التي اجريت فيها التجارب يعني الا هذه ثلاث نقاط يعني نقطه الصفر في الجربوع الابيض ونقطه الصفر في الجربوع الازرق ومدخل نفق ايتو ثم النتيجه الاخرى ما هي؟ هي انه لا داعي لحمله قياسات موسعه ولاجراءات تدخل الا اذا كان هناك برنامج تنميه في المنطقه <applause> اذا هذه خلاصه انه ما فيش مشاكل فيه مشكل مشكلين او فلافة فقط في نقاط محدده ولا داعي لحملة قياسات أو لدراسات أو لبرنامج إعادة يعني الاعتبار لهذه المناطق إلا إذا كان هناك برنامج تنمية في المنطقة لأنه هذه المنطقة منطقة نائية فما فيش داعي أنه, أنه تصرف أو, أو, أو أنه يخطط لبرنامج وخلي هذوك الناس اللي عايشين فم في هذه المناطق من رحل ومن آه ناس مستقرين فما هذوك ما آه معليش خلي يمكن ان يعيشوا في هذا في في في, في هذا الوضع الحالي هناك لدي بعض الملاحظات عن هذا التقرير تقرير وكاله الوكاله الدوليه للطاقه الطاقه في الرياض اولا هناك بعض التناقضات يعني من جهه النتائج يقول لك انه الامور عاديه ما فيش اي مشكل الا في نقطتين او ثلاثه لكن في في التقرير يقول أن الفريق قام بارتداء ثياب واقية من التلوث وخاصة القفاز والكمامة لتفادي وأنا أقتبس من تقرير لتفادي تنفس الجزيئات المعلقة في الهواء والتي ترفعها الرياح القوية من سطح الأرض صفحة 19 من تقرير معناها هما لما راحوا يديروا تجارب غطوا يديهم وغطوا فمهم ونيفهم تفاديا للجزيئات الـ الـ يعني جزيئات الغبار المعلقه في الهواء التي ترفعها الرياح عجيب بعدين يقول لك ما فيش شيء مشكل طيب اذا كان ما فيش مشكل لا هدرتوها في لا في الاجراءات كل هذه ثانيا التقرير الذي يقراه يعني من يقراه بتمعن يجد ان فيه تختلط الاعتبارات التقنيه العلميه مع الاعتبارات السياسيه وهذا يعني هذه نقطه انتقاد يعني مهمة جدا تقرير علمي من من وكالة علمية تسمى الوكالة الدولية الثقافة المفروض أنه كان يتفادى هذا الخلط للاعتبارات التقنية والاعتبارات السياسية الملاحظة الملاحظات الأخرى هي أنه التقرير صدر في ست سنوات سنوات بعد بعد إجراء الدراسة يعني الدراسة آه قام قاموا بها الجماعة قام بها الفريق في 99 آه صدر التقرير في 2005 ست سنوات بعد الزيارة الميدانية وكانت هذه المدة أخذ ورد لأن الحكومة الفرنسية تدخلت في كل جزئية من جزئيات هذه الدراسة من 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 اختيار الفريق اللي راح إلى إصدار التقرير وجدوا مشاكل كبيره، الفريق هذا وجد مشاكل كبيره انه يتحصل على المعلومات من الحكومه الفرنسيه من اجل من اجل يعني تصميم النماذج العلميه التي تمكن من من يعني تحديد الاثار اثار الاشعاع، يعني كان الفريق هذا يحتاج الى معلومات ميدانيه تقنيه بحوزة الفرنسيين لكن الفرنسيين بطبيعه الحال كان ردهم يعني لم يتعاونوا بسهوله مع هذا الفريق الدولي الفريق التقرير ايضا لما تقراه تجد ان فيه نبره تاع تقليل وتهدئه تقليل من الخطر وتهدئه يعني الراي العام وفي رايي الشخصي ان التقرير هذا جاء أه لصالح الحكومه الفرنسيه من اجل ان تستعملوا كتقرير دولي لوكاله دوليه أه وتستعملها اصلا يعني الوكاله هذه كشاهد زور وكذريعه من اجل انها تقول انه أه ما قمنا به في الجزائر ليست له اثار كارثيه وانما الامور راهي امور أه يعني في على ما يرام الا في بعض الحالات النادره. <applause> من الملاحظات ايضا الاخرى التي شدت انتباهي هو يعني اهانه الجزائريين يعني مساهمه الفريق الجزائري يعني ثمانيه فريق من ثمانيه خبراء جزائريين شاركوا في القياسات وراحوا لكن لم نجد لهم اثرا في التقرير وفي نتائج تقرير وكانه يعني تكاد كان هذا الفريق تاع الخبراء الجزائريين راحوا كمرشدين سياحيين يعني للخواجات وهذا فعلا شيء اثر فيا كثير كمختص في هذا المجال يعني احترم كل الزملاء خاصة الاخوه الجزائريين اللي يشتغلوا في المجال فلما قريت التقرير شفت كيف يعني مساهمه الفريق الجزائري تكاد تكون منعدمه يعني شيء أثر في بالغ الأثر. ثم الأمر الآخر المعلومات هذه أُعطيت للوكالة بطبيعة الحال و وكان فيه شكر شكر يعني مبالغ فيه للسلطات الفرنسية من طرف الفريق الذي شارك في في هذه الدراسه الامور التي يمكن ان ننتقدها يعني على المستوى العلمي في التقرير هي اولا محدوديه القياسات يعني العينه التي استعملوها في القياس وفي التحليل غير تمثيليه مش معقول انه انه يعني برنامج تاع تجارب تفجيرات تجارب نوويه بهذا الحجم ومناطق بهذا الاتساع يعني منطقه رقان ومنطقه عين اكر مش معقول انك تروح في خمس ايام تاخذ عينات ستو يعني 76 عينه او قياس وعدد قليل من العينات وتبني عليها يعني نتائج مش معقول يعني هناك غير يعني فرق كبير بين العينه وبين شساعة واتساع الرقعه المعنيه. ثم من اجل تحديد الاثار هناك معلومات ميدانيه فيزيائيه يعني قوه الانفجار، ما هي المعلومات التقنيه لهذه التجارب. وبناء عليها من اجل تحديد الاثار على النبات والحيوان والانسان نحتاج إلى سيناريوهات سيناريوهات آه تعطينا فكرة عن نمط المعيشة الناس كيف عايشة كيف واش تأكل واش تشرب آه الحيوان وش يأكل آه الإنسان هل يأكل لحم هل يأكل أكثر يعني لحم هل يأكل نبات هل... هنا لازمنا نعرف شيء عن عن تقاليد وعن حياة الناس من رحل ومن ومن آه يعني من مقيمين. هذا هذه الخبرة أو المعرفة تكاد تكون منعدمة عند الفريق اللي قام بهذا ال... ب... ب... بإصدار هذا التقرير، وهما في... هم يعترفون بأنفسهم يقولوا أنهم ي... أنهم لا يعرفون أساليب معيشة السكان في المنطقة، فإذا كنت ما عندكش معرفة بأساليب المعيشة التي هي التي تحدد السينا... السيناريوهات التي بواسطتها نقيس الاثار، اذا كان ما عندكش هذه المعرفه فان الاثار اللي تجدها واللي تستنتج منها النتائج الموجوده في التقرير ما عندها اي يعني قيمه علميه او عندها قيمه ضعيفه، قيمه علميه ضعيفه. ثم كان هناك شيء تقني وانا يعني اعتذر للمشاهدين اللي زحمهم في هذه التعليقات التقنية عن عن هذا التقرير لكن ضروري أن نذكرها في هذا المقام والإخوة المختصين راهم يتابعوني يعني جيدا هناك قيمة مرجعية تستعمل كمعيار للتدخل على الصعيد الدولي يعني إذا كان هناك حالة مثلا حادث نووي أو يعني شيء يشابه ذلك هناك قيمة مرجعية تسمى أو بالإنجليزي تسمى Generic Intervention Criterion محدد ب 10 ملي سيفرت في السنة ها ها هذه قيمة يعني وضعها المختصون يقولوا أنه في حالة في حالة في في مثل هذه الحالات ناخذ هذه القيمة فالتقرير يبني نتائجه على هذه القيمة لكن في الواقع هذه كلمة حق يراد بها باطل لماذا؟ لأنه هذه القيمه هذه تستعمل تستعمل في حالة حادث وقع أو في مكان فيه فيه مستوى كبير من الإشعاع مثلا في أماكن أماكن صخرية مبنية حولها مدن فيها فيها صخور صخور تبث غاز, الرا غاز الرادون، مدينة مبنية على جهة على منطقة صخرية يتعرفوا ف فالسكان هذوك يتعرضوا للإشعاعات هذه تاع المعيار التدخل هنا نقولوا انه 10 ملي سيفرت بال... لكن هذا المعيار لا يمكن ان نعتبره في وضعيه تاع ناس جاوا قاموا بتجارب عمدا تجارب نوويه هذا مش حادث هذا مش طبيعه هذه مش ابتلاء هذا مش زلزال قال زلزال نصبر على قدر الله هذا اعتداء يعني اعتداء على الطبيعه وعلى الصحه العامه للسكان لا لا يمكن ان نقبل بان ياخذ الخبراء هذا المستوى تاع 10 ملي في السنه ويقول انها قيمه مرجعيه هذه مغالطه في مغالطه كبيره ثم من الانتقادات التي وجهها لهذا التقرير هو انه لا توجد فيه مناقشة جدية لمستقبل النشاط داخل الصخر على المدى البعيد، الصخور هذيك هناك نشاط يعني يش حابسة يش فرد لا توجد مناقشة لمستقبل النشاط داخل الصخور، خاصة الأماكن في عين أكر أين أين أجريت التجارب في الأنفاق، يعني هذه الصخور والجبال هذه ديناميكية لا توجد في التقرير مناقشة لمستقبل نشاط هذه الصخور ثم لا, 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 توجد هناك مناقشة جدية <applause> لتلوث المياه الجوفية ولا يتعرض التقرير لقضية إعادة تأهيل المواقع لأنه ببساطة يلغي هذه القضية ويقول أنه لا داعي لإعادة تأهيل إلا إذا كان فيه برنامج تنمية يعني كأنه يترك يترك المشكل للأجيال القادمة إذا هذا كان انتقادي لتقرير الوكاله وكاله الوكاله الدوليه للطاقه الذريه الذي هو يعتبر التقرير الرسمي الوحيد من وكاله علميه عن التجارب النوويه في الفرنسيه في الصحراء الجزائريه وعن اثارها وحاولت قدر المستطاع ان ابين لكم اعزائي المشاهدين ان هذا التقرير في يعني يمكن انتقاده من عدة جوانب ولا يصلح لأن يكون مرجعا يعتمد في دراسة الأوضاع الكارثية التي أفرزتها التجارب النووية الفرنسية في الجزائر الآن ما العمل؟ ما العمل؟ أنا كمواطن جزائري عندي خبرة يعني متواضعة في هذا المجال، يمكن أن نقترح برنامج لمعالجة ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، يعني لكن البرنامج هذا يمكن يعني أن يتفهم أي مواطن له نوع من الحس العام أو يعني ماذا يمكن للدولة الجزائرية، ماذا يمكن للسلطات الجزائرية أن تقوم به من أجل معالجة هذا الملف؟ في رأيي، أي برنامج يتعرف لهذا الملف يجب أن يكون برنامج وطني يعتمد على الشفافية في العمل ولا يكون على نمط اللجنة المشتركة التي أعلن عنها ساركوزي أثناء زيارته في 2007 زيارته الجزائر والتي تعمل كانت تعمل بسرية تامة وسبب في سرية كما أدلى به كما صرح به السفير الفرنسي هي أن الملف على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة هذه مغالطة يعني ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر يجب أن يدرس وأن يبحث وأن يعالج بطريقة شفافة، وأن يكون لأن للمواطنين لكل المواطنين الجزائريين، للشعب الجزائري ولضحايا التجارب هذه حتى في فرنسا الحق عن معرفة ما هي الوضعية الحقيقية في في هذه المناطق. ثم إذا كان برنامج وطني أنا أقترح أن أن يكون برنامجا مشتركا تشترك فيه عده جهات منها وزاره الصحه ووزاره البيئه ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي وزاره قدماء المجاهدين وزاره الخارجيه محافظه الطاقه الذريه في الجزائر المنظمه الوطنيه للمجاهدين وايضا المنظمات غير الحكوميه والشخصيات البارزه المعنيه من مؤرخين وخبراء فنيين ورجال قانون. إذا يجب تكاتف جهود كل هذه الجهات من أجل من أجل آآ آآ أولا من أجل صياغة مشروع متكامل والقيام السهر على إنجازه يعني بأحسن طريقة. إذا يجب أن يكون تحت إشراف لجنة وطنية. ما هي مهام هذا اللجنه التي تشرف على أو ما, ما هي اهداف هذا المشروع؟ اولا دراسه الحاله الاشعاعيه للمناطق المعديه. هذه ضروري القيام بهذا الامر. لكن تكون دراسه يعني شامله مش مش نقاط بعض النقاط يعني فقط او بعض العينات دراسه شامله للحاله الاشعاعيه للمناطق المعنيه وهذا مثل هذه الدراسه تاخذ سنوات يعني مش في خمس ايام ولا ست ايام راح نكملها ثانيا المهمه الثانيه اللي مثل هذا البرنامج هي دراسه وبائيه لسكان ورحل هذه المناطق وهذه ايضا هذا مشروع ضخم يعني دراسه وبائيه للسكان وللرحل في هذه المناطق ياخذ سنوات ايضا لتتبع تتبع هذه الساكنه لماذا؟ لانه خاصه واننا نعلم ان كل المعلومات الطبيه التي كانت متوفره لدى الخبراء الفرنسيين الى الى التسعينات ليست بحوزتنا، هي عند هي راحت يعني الى فرنسا، اخذوها الى فرنسا. <applause> ثانيا الهدف تاع البرنامج هو اقرار استراتيجيه للتعاطي مع الكارثة يعني بعد ما ندرس الحالة الإشعاعية وبعد ما ندرس الحالة الوبائية للسكان بعدين نشوف النتائج حسب النتائج تقوم هذه اللجنة المشتركة اللجنة الوطنية المشتركة تقوم بإقرار استراتيجية وطنية لأنه الأمر لا يخص من المدرقة فيك هذا أمر قومي يعني وطني فيجب أن, أن تكون هناك استراتيجية وطنية للتعاطي مع, مع الكارثة والاستراتيجية أراها تتمحور حول خمس محاور المحور الأول هو تنقية المواقع المحور الثاني هو معالجة النفايات. يعني تنقية المواقع أن تأخذ يعني قدر ما تستطيع هذه المخلفات هذه المتواجدة الآن يعني على سطح تأخذها وتضعها في مكان معين ثم يجب أن تعالجها بعد ما تجمعها يعني ثم هناك كما اشرت اليه سالفا بعض المناطق يعني اجريت فيها تجارب ثم غطيت بالزفت بالاسفلت يعني هذه كذلك يجب ان نعرف مواقعها فين ثم تزال طبقه الزفت وتؤخذ هذه النفاية هذه تجمع ثم هناك اذا المحور الفني هو معالجه هذه النفاية ثم هناك محور ثالث وهو الرصد والمراقبه <applause> يعني في عده مجالات عده في في, على المستوى التقني الفيزيائي على مستوى يعني المياه الجوفيه على مستوى الصخور الى اخره ثم هناك المحور الرابع وهو المتابعه الصحيه للضحايا والتكفل باحتياجاتهم ثم المحور الخامس هو التاريخ لهذه الكارثه والحفاظ على الذاكره الجماعيه فيما يخصها في من الناحية الصحية والع... والعلمية الآن <applause> المطلوب ما هو المطلوب؟ المطلوب هو برنامج قياسات إشعاعية يكون موسع للتحقق من المعلوم والاكتشاف المجهول. يعني هناك عنا بعض النقاط يعني بعض القياسات ومتو... يعني متوفرة لكن غير كافية. إذا يجب أن نقوم آه بقياسات إشعاعية موسعة تشمل كل هذه المناطق التي تعرضت للتفجيرات ثم يجب تطوير هذه دائما من الناحيه الصحيه والعلميه يجب تطوير نموذج نموذج تحليلي لتحديد انتشار النشاط الاشعاعي واثاره هذا ايضا برنامج ضخم يعني حتى نتمكن من تطوير نموذج تحليلي لتحديد انتشار النشاط الاشعاعي والاثار تاعو النقطة او الخطوة الثالثة هي اعتماد معايير لقبول الوضع يتم هذا الاعتماد بمنتهى الشفافية فلن يجب هنا ان تكون هناك مصارحة يعني وجو من الشفافية بناء على القياسات وعلى تحديد انتشار النشاط وتحديد الاثار الى اخره هناك تاتي مرحله وين السلطات وخاصه ممثلي الشعب بناء على النتائج يقروا يعتمدوا معايير لقبول الوضع او معايير لاجراءات إعادة تهيئة وإعادة يعني يعني أمور تصحيحية من أجل معالجة الوضع لكن هذه هذا قرار سياسي مفروض أن تقوم به السلطات الشرعية وتقوم به يقوم به ممثلو الشعب الجزائري يعني إيه نسوي ماذا نفعل هاو النتائج هاو عندنا الوضع الإشعاعي ها هو الوضع الصحي ها هو حالة التلوث هي ماذا نفعل؟ هنا يجب ان الاجراءات اللي تقرر ان تكون مدعومة من طرف الشعب. ثم هناك خطوة اخرى وهي تحديد اماكن المخلفات الملوثة المطمورة وجمعها وتخزينها. وتطوير برنامج وطني للتنقية. آه ايضا يجب تطوير نظام مراقبة متطور يرصد مستوى الاشعاع والاثار والمخاطر. يجب ايضا مراقبه تحرك الارض والجبال. يجب مراقبه المياه الجوفيه. يجب تامين المواقع بالغه التلوث، يعني تامينها مش حطوا سياج هكذا تاع باربولي صغير ونقولوا خلاص رانا امناها، تامين يعني يكون جدي. يجب انشاء مراكز طبيه متخصصه لاجراء دراسات وبائيه. يعني هناك في المناطق هذه مفروض انه مفروض على الاقل على الاقل هذا المواطنين هذه الساكنه التي تضررت من هذه التجارب النوويه على الاقل تستفيد من مراكز صحيه متطوره اليابان اليابان بعد بعد القنابل الذريه اللي رماتها يعني ألقتها في الولايات المتحده على هيروشيما وناغازاكي في في ال 45 على الأقل اتفقوا على إنشاء مؤسسات طبية وعلمية في, في هذه المناطق واستفاد منها اليابانيين، احنا في الجزائر إخوتنا المضرين للأسف الشديد لم يستفيدوا ولا شيء من المفروض أنه هناك مراكز طبية متخصصة لإجراء دراسات وبائية وايضا للسهر على صحه هذا المتضررين ولمعالجتهم. الان من الناحيه القانونيه والدبلوماسيه هذا يعني جبهه اخرى كنا نتكلم من الناحيه الصحيه والعلميه الان نتكلم عن الناحيه القانونيه والدبلوماسيه. اول شيء يجب القيام به هو السعي للحصول على الارشيف. الارشيف في فرنسا الارشيف المتعلق بهذه بهذا الملف كان من المفترض ان يفتح يعني في منذ منذ ثلاث سنوات يعني خمسين سنه بعد هذا القانون الفرنسي يقول انه خمسين سنه لكن في 2008 الحكومه الفرنسيه اتخذت قرار انها تجعل هذا الارشيف غير قابل للتسليم يعني ظلم على ظلم يعني ظلم التجارب والان ظلم عدم تسليم الملفات والارشيف. الملفات والارشيف التي التي تعتبر ضروريه من اجل فهم الوضع الصحي والبيئي في هذه المناطق اليوم. لانه يعني من اجل دراسه الوضع ومن اجل استعمال السيناريوهات اللائقه يجب ان نعرف وبدقه ما هي كيف كيف جرت التجارب النوويه؟ لكن للاسف الشديد الحكومه الفرنسيه قررت في 2008 ان هذا الارشيف هذا غير قابل للتسليم. <applause> مع انه مع انه هناك سابقه سابقه ان الحكومه المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان اصدرت حكم ضد بريطانيا يفرض عليها نشر المعلومات وعدم التستر وراء ذريعة الأمن القومي إذا بريطانيا أرغمتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها تنشر المعلومات الخاصة بتجاربها النووية حتى يستفيد منها تستفيد منها المجموعة العلمية ومن يدرس أثار هذه التجارب الشيء الذي يحتاجه يحتاج أي برنامج يتعرف لهذا الملف هي إحداثيات المواقع والبيانات التقنية الدقيقة لكل تجربة من تجارب هذا ضروري الحصول عنه الشيء الذي نحتاج إليه هو أيضا خرائط النفايات والعتاد المطمور هناك عتاد مطمور تحت الأرض يعني حوالي 20-30 سنتيمتر غطاوه برمل إلى الآن كثير من الأماكن هذه مجهولة يعني لا نعرف أين هي مع أنه رأينا أن بعض العتاد تركوه على سطح الأرض لكن هناك عتاد مطمور ثم الشيء الذي نحتاج اليه هو قائمه المعتقلين والعمال الجزائريين الذين استعملوا اثناء هذه التجارب وراينا يعني سابقا يعني سبق وان وضحت انه هذا الناس اللي شاركوا يعني العمال وكذا كانوا دائما اعطاهم قلادات استعملوا قلادات اذا هناك هناك قوائم لابد يعني شيء 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 غير يعني شيء اكيد ان السلطات الفرنسيه وان الهيئه هيئه التقفرية التي قامت بهذه التفجيرات لديها القوائم يعني قوائم كل من شارك في هذه التجارب ثم يجب من الناحيه القانونيه والدبلوماسيه يجب العمل على إقناع الطرف الفرنسي بالمساهمة في تنقية البيئة وفي التعويضات المناسبة. يعني آه هذا هذا ضروري يأتي اليوم أو غدا ولكن آه آه يعني آه أؤكد يعني آه أكرر مرة أخرى وأؤكد أن آه لا يمكن إقناع الطرف الفرنسي بالمساهمة في في هذا الأمر في تنقية البيئة وفي التعويضات وفي الاعتراف بهذه الجرائم إلا إذا كانت هناك دولة جزائرية قوية لها سلطة شرعية تحظى باحترام الشعب وبمساندة الشعب أما في ظل الأوضاع الراهنة التي نعيشها اليوم فغير من, من غير المعقول أن يقوم النظام الجزائري الحالي على اقناع الطرف الفرنسي بالمساهمه في تنقيه البيئه وفي التعويضات المناسبه. الاشاره فقط انه في 1995 اقرت الوكاله الدوليه للطاقه الذريه في فيينا ان الدول التي قامت بتجارب نوويه هي التي تتحمل كل النفقات المترتبه عن ذلك وعن كل التاثيرات التي تمس الانسان والبيئه. إذا هناك إطار قانوني دولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تقول أن الدول التي قامت بالتجارب النووية هي التي تتحمل تبعات والنفقات المترتبة عن التبعات يعني وتتكفل بكل التأثيرات التي تمس الإنسان في صحته وتمس البيئة. في فرنسا في 2009 كان هناك قانون فرنسي تحت ضغط الجمعيات الضحايا الفرنسيين، القانون تقريبا يستفني الجزائريين ويشترط لمن يريد ان يستفيد من هذا القانون ان يثبت انه كان يسكن او مكث مده معتبره في الاماكن التي وقعت فيها التجارب. طبيعة الحال هذا شرط تعجيزي تقريبا بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد يستثني حتما الرحل الذين ليسوا ساكنين يعني في مناطق محددة ولا, ولا يتعرض للأثار على البيئة هناك أمثلة من المفروض أن فرنسا تتبعها يعني المثال الأمريكي الامريكي يعني قانون 1988 ينص على ان المنطقه التي تعتبر منطقه فحايا يمتد آه يعني تمتد الى 700 الى شعاع 700 كيلومتر معناها اذا كان الامريكان قاموا بتفجير آه آه يعني قنبله ذريه في مكان القانون الامريكي يعتبر انه على بعد 700 كيلومتر 700 كيلومتر هذه المنطقه كلها تعتبر منطقه ضحايا طبيعة الحال القانون الامريكي وضعوه وضعته الحكومه الامريكيه ل للتعامل مع ضحايا ضحايا الامريكان في امريكا من جراء التجارب النوويه داخل التراب الامريكي أيضا هناك المثال البريطاني يعني التجارب التي قامت بها بريطانيا في أستراليا يعني هناك أيضا المثال الفرنسي في بولينيزيا يعني تعامل تعامل الحكومة الفرنسية مع مع بولينيزيا من أجل معالجة آثار التجارب النووية في بولينيزيا. لا يقارن يعني تصرف وسلوك الحكومه الفرنسيه مع في الملف الجزائري يعني في بولينيزيا صرفت الملايير من اجل تطهير البيئه محيط والمياه والمحيط وال يعني كانت في الجزر هذيك اللي اللي تمت فيها التجارب لكن في الجزائر لا الملف يبقى مغلق لكن اذا كان الحكومه الموقف الرسمي للحكومه سلبي بهذه الطريقة هناك جمعيات ضحايا يمكن لنا يمكن للجزائريين جمعية ضحايا فرنسيين يمكن للجزائريين أن يتعاونوا معهم من, من أجل الضغط على الحكومة الفرنسية حتى تبدي اهتمام لهذا الملف هذا وحتى تقوم بإجراءات لعلها تكفر عن خطيئتها وأن تحظى باعاده لنوع من الاعتبار من طرف المواطنين الجزائريين الذين تعرضوا لهذه الجريمه في حقهم وفي حق بيئتهم. ايها الاخوه الاعزاء اعزائي المشاهدين اكتفي بهذا القدر في هذه الحصه ارجو ان اكون قد اعطيتكم يعني فكره عن هذا الملف الشائك ملف التفجيرات الفرنسيه في صحراء الجزائر ولا شك أن الملف هذا باقي مفتوح إلى أجل حتى تكون هناك يعني تقوم السلطات الجزائرية إن شاء الله التي ستأتي حتما تكون لها شرعية وتكون مدعومة من شعبها وتكون لها سياسة حكيمة راشدة فتعيد فتح الملف هذا من أجل معالجته من أجل إطلاق برنامج وطني لمعالجة أثار هذه التجارب النووية الفرنسية فندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهور هذه أو بإقامة هذا صرح هذه الدولة الراشدة لأنه كل شيء مرتبط ب هذا الامر كل الامور يعني الامور الثقافيه والعلميه والرياضيه في الجزائر مرتبط بالشان السياسي فنرجو ان شاء الله ان يتم تتم قيام دوله القانون والحق والعدل والحكم الراشد في اقرب الاجال من اجل ان تعالج كل هذه المواضيع والملفات والى فرصه قادمه ان شاء الله معكم اخوتي اخواتي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته